صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه امر ملكي رقم 32 لسنة 2018 بتعيين وكيلين مساعدين في ديوان الرقابة المالية والادارية جاء في مادته الاولى انه يعين وكيلا مساعدا في ديوان الرقابة المالية والادارية كل من السيد خالد يوسف احمد الحسني وكيلا مساعدا للموارد ونظم المعلومات السيد قاسم احمد منصور المدحوب وكيلا مساعدا لرقابه الاداء